ديوريا. ديوريا دي مبدئيا الفايده بتاعتها في ال تخليب للعناصر عشان الرش، يعني تعمل ايه؟ تخليب للعناصر. يعني ايه تخليب؟ معلش يوريا يعني بتفتح المسام بتاعت النبات. وهنا هنا ده حمض كبريتيك مخفف. عشان ايه حمض كبريتيك مخفف؟ عشان المفترض الوسط اللي يكون فيه المحلول يكون حامضي شويه. يكون حامضي. ده الصابون السائل. ده الصابون السائل ده. ماشي. كده هتقلب اليوريا مع حمض الكبريتيك المخفف. خفف او مركز مش مشكله، يعني ما تفرقش. نحط السيفون دي ايه معلش؟ سيفونات مصايل. سيفونات مصايل. وريها لي معلش الكيس. الماده الفعاله في ايه ده يا اخي؟ ماشي. ده بقى تركيز 70%. طب الكميات بقى هي مكتوب عليها على برميل. الكميه دي كلها على برميل. ماشي. تركز اكثر من كده يعني. تركز الضعف. ضعف المكتوب على العلبه او ثلاث اضعاف. المشكله ان يكون في غش كتير تجاري يعني تخفيف. معلش احنا ضفنا ايه وايه دلوقتي؟ يوريا وحمض كبريتيك وسيفونات مصايل. طب برضو الكميات يعني احنا طبعا احنا كده انت هتخلط يعتبر 20 لتر 20 لتر مش كده؟ طبعا بالتجربه يعني انت خلاص تعودت فعارف المقادير بتاعتك. لكن لو واحد مش عارف هيجيب العلبه دي ويشتغل عليها مثلا مع برميل ويحط ضعف المكتوب على العلبه. ضعف ثلاث اضعاف او ثلاث اضعاف عادي. لو اربع اضعاف برضه مش مشكله، يعني ما يأذيش النبات. طب كده ينفع ان انا نجني الباميه بعد ما نرش الحاجات دي اللي انت بتحطها دي؟ ده مبيد فطري مش مبيد فطري مش حشري يعني. الصابون السائل ده الصابون السائل. وبرضه عشان انت برضه تعمل في 20 لتر فهتحط كميه بسيطه، لكن لو في برميل نحط كم قزازه من دول لو في برميل؟ نحط قزازه زي دي. قزازه. دي حوالي لتر مش كده؟ حوالي لتر.
البياض اللي هو المرض الاساسي في الباميه، البياض الدقيق. البياض الدقيق زي ما احنا شايفين. ده البياض اللي هو على الورقه كده، عباره عن شبه الدقيق يعني على الورق. تمام، ده اللي هنرش النهارده ان شاء الله. طب ده لو يعني المرض ده ايه اسبابه وايه يعني علاجه، ولو استمر يعني ايه الاضرار بتاعته؟ يعني هو تعتبر احنا عندنا اكبر مرضين في الباميه اللي هو العفن الجذور والبيض الدقيق. البيض الدقيق شره في الباميه خالص، شره جدا. طبعا هو في غضون ايام راح يخلي الورق ده كله ابيض، وهيبتدي الورق ده يعني ينشف وتساقط، وتقبل يعني الزرعه كده تتخرط كده ما فيهاش ورق خالص. ورق ينشف زي كده، ورق ينشف زي كده، زي كده. ينشف زي كده، ينشف وتساقط الورق. والزرعه كلها زي كده يعني تتعرى من النمو الخضري ده. يعني بنحاول نقاوم فيه شويه بحيث ان الزرعه تستمر شويه يعني. هيعتبر فضلنا في السوق يعني شهر او شهر ونص وخلاص السوق يخلص يعني. ده في ارمنت عندنا. يعني السوق عندنا ياخد كم شهر عندنا؟ امال هو يعتبر السنه اللي فاتت كانت اقول لك على 1/6، وكان السوق وقع يعني. وقع في 1/6 يعني، بالكثير يعني ما يكون على 5/6 ممكن يكون برضه. طب ايه الاسباب اللي تخلي السوق يوقع عندنا كده بالدرجه دي؟ احنا قلنا اللي هو طبعا الانتاج يعني، احنا انتجنا مبكر ومشينا مع السوق. البلاد الثانيه الجو تحسن عندها وزرعت فهتنتج، فيبقى عندها انتاج، فما حدش هيجي من تجار ارمنت يشتري، فالسوق هيوقع لان كميه الباميه في ارمنت كبيره ضخمه، معتمده على الناس اللي بره او التجار اللي بره. طالما التجار اللي بره خلاص بلادهم انتجت، مش هيجي هنا، السوق راح يوقع مره واحده. مرحبا.